مركز التميز البحثي في النخيل والتمور هو أحد مراكز التميز في المملكة العربية السعودية، ويعنى هذا المركز بقطاع النخيل والتمور من حيث تطويره ومن حيث تحسين إنتاجية التمور وجودتها، وأيضا من ترشيد المياه ومكافحة الآفات التي تصيب النخيل والتمور، بالإضافة إلى ذلك إيجاد قيمة مضافة للتمور. وكل عمل المركز يساهم ولله الحمد في تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها، سواء في الأمن الغذائي أو الاستدامة. والمركز لديه مساهمات كبيرة جدا ومنتجات معرفية من شأنها أن تساهم في الاقتصاد المعرفي للمملكة. ولدينا ولله الحمد إلى الآن 25 منتج، جميعها نستطيع القول أنها قابلة للتسويق، والبعض منها بالفعل تم تسويقه، ونتمنى أن يتم تسويق الجزء الآخر من هذه المنتجات. جميعها منتجات من النخيل والتمور، وأعطت قيمة مضافة للتمور سواء في الشأن الصيدلاني والصحي أو صحة النبات أو الصناعات التحويلية للتمور، وأيضا منتجات تختص بترشيد المياه وتقليل استخدام المياه وتوفيرها، كما لدينا أيضا منتجات لتحسين إنتاجية النخيل وزيادة جودة التمور. كل هذه سوف تخدم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وأيضا تصب في صالح المزارع بإيجاد قيمة مضافة لتموره وزيادة الدخل المادي إن شاء الله لدى القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية.